السافر الثاني بشكل سيء مع مسجل فخرة، تم وصول بجامة كشمير قياساتها من ميديم حد 6 اكس لارج من وزن 50 كيلو حد وزن 145 كيلو. وبالنسبة هذا الكشمير لا شيء بالغسل ولا يتحلون من عنده، وعنواننا بصرة على الشارع بريها غريب على مول حسين الشرع. والله زمان الأجزاء في الثاني من شركة سيما وفتجية الفخرة، تم وصول بجامة كشمير قياساتها من ميديم حد 6 اكس لارج من وزن 50 حد وزن 145 كيلو. وبالنسبة لهذا الكشمير لا شيء بالغسل ولا يتحلون من عنده، وعنواننا بصرة على الشارع بريها خلف عمارة حج جاسم قريب على مول حسين الشرع. حياكم الله زبائن الأعزاء في الثاني من شركة سيما بسجية الفخرة، تم وصول بجامة كشمير الفول فول كشمير لا يشيل بالغسل ولا يتحلون من عنده. وبالنسبة للقياسات يجي من ميديم حد 6 اكس لارج من وزن 50 حد وزن 145 كيلو. كشمير مثل ما قلت لكم فول مرتب 100% لا يشيل بالغسل ولا يتحلون من عنده، وعنواننا بصرة على الشارع بريها خلف عمارة حج جاسم قريب على مول حسين الشرع. زبائن الأعزاء حياكم الله في الفرع الثاني من شركة سيما بسجية الفخرة، اليوم جبت لكم كشمير مرتب 100% بجامة. بالنسبة هاي قياساتها تجي من ميديم حد 6 اكس لارج، هاللونين بيها الحلوات، كشمير فول فول بارد يخبل، كلش ديزاينه حلو ومرتب. وبالنسبة لقياساتها من ميديم 6 اكس لارج من وزن 50 حد وزن 145 كيلو. الوانه بصرة على الشارع بريها خلف عمارة حج جاسم قريب على مول حسين الشرع.